خلاص طلعتوني ترند، كل واحد شخصني وعرفني زي ما هو عايز يشوفني. تعالوا بقى اعرفكم انا مين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عمر عيسى، ميك اب ارتست وفيديو بلوجر. مش عارف بصراحه انتوا عرفتوا عمر عيسى مين تاني غيرهم اللي انا على طول بطلع ان انا اقولهم. فيديو النهارده هيكون توضيح لكل اللي اتقال عليا الفتره اللي فاتت. انا عمري في حياتي ما كنت اتصور ان بجد البني ادم اللي بيطلع ترند او البني ادم اللي بيطلع الناس تغلط فيه وتقعد تشتم فيه ويتعمل له كل ده بجد بيحس بالاحساس اللي انا حسيت بيه الفتره اللي فاتت دي كلها. ما كنتش متخيل كم الوجع اللي هو بيكون حاسه بس عشان خاطر واحد ما عملش اي حاجه غير ان هو خد له صوره وكتب عليها كلام فوق هو شايفه بيه كده. يعني هي دي كل الفكره، ان انت شخصتني او عرفتني زي ما انت عايز تشوفني وبتجبر الناس ان هي تشوفني كده. انت اتعاملت معايا بشكل شخصي، عرفتني. قبل ما ادافع عن نفسي او قبل ما اتكلم عن اي حاجه النهارده، حابب بس احكي لكم قصه صغيره كده بتاعه حد عزيز عليا قوي. في حد عنده 13 سنه فجاه وهو بيتفرج على التلفزيون فجاه بدا يلاحظ ازاي الممثله دي عامله الحاجه دي، هي ازاي الممثله دي شكلها حلو قوي كده، هو اللي فوق عينيها ده بيتعمل ازاي. من بعدها الشخص ده بدا يشوف فيديوز على اليوتيوب فبدا يتشد اكتر، يقول ايه ده في خطوات اهو، طب ما اللوك ده بيتعمل ازاي، الحاجه دي بتتعمل ازاي، هي ازاي طالعه جميله كده، هي ازاي شكلها حلو كده. فضل يتابع فيديوهات ويتفرج، فضل يخزن جوه دماغه كم رغبه ان هو عايز يطلعها، عايز يطلعها في حد، عايز يشوفها. زيه زي الشيف، زيه زي الرسام، زيه زي المغني، زيه زي الممثل اللي بيفضل برضه من وهو صغير يقف يمثل قصاد المرايه، يمثل قصاد اهله، يقعد يقول لهم يا ماما يا بابا انا ممثل، انا شايف نفسي ممثل، انا شايف نفسي هكبر ابقى ممثل. كذلك الشخص ده كان كده. فضل يعبي جوه دماغه خطوات وفيديوهات وحاجات ومنتجات بيشوفها. بعد كده بدا ان هو ياخد اول خطوه في حياته وهو انه ياخد الميك اب بتاع اخته، من ثم يبتدي يجرب عليها. جرب عليها اول مره، كان اول لوك عمله في 3 ساعات. عمله هو ظهره متني 3 ساعات عشان ما كانش يعرف ايه هي القعده ولا الوقفه اصلا المفروض اللي زيه بيوقفها. كان تعبان جدا يومها، بس اول لما خلص وشاف الشغل بتاعه انبهر. كل التعب راح، كل الوجع راح اول لما شاف شغله قدامه، اول لما شاف الرغبه اللي هو دافنها بقاله سنين عمال يتفرج عليها عملها وشافها قدام عينيه. بعد ما عمل اول لوك في حياته وشاف شغله على وش بنت، بدا ياخد قرار ان هو يكون ميك اب ارتست. اول لما بدا ياخد القرار ده والدته ووالده توفوا، بس بدات دنيته تتشقلب. بعد ما كان هيفكر يفتح مكان وياخد كورسات يلاقي اللي يساعده، كل ده بح، والمفروض يعتمد على نفسه ويشتغل عشان خاطر يقدر ياكل نفسه ويصرف على نفسه اذا كان في جامعه ولا في حياته الطبيعيه. بدا ان هو يشتغل وبدا ان هو ينزل يدور على شغلانته اللي هي الميك اب، ويشوف فيديوهات برضو، ويحاول ان هو من المعاش او من مصروفه او من اي فلوس جاياله يبتدي ان هو يجيب خامات حاجه في حاجه، ونزل اشتغل فعلا. بس ربنا ما كانش بيرزق كتير، يعني الرزق بتاعه كان قليل، وكان هو عنده متطلبات ومن جواه يأس زي اي حد بييأس. بعدها خد قرار ان هو هيسيب مجال الميك اب ده خالص وهيخليه حاجه جميله كان هيفتكرها زمان، وبدا ينزل يدور على شغل عادي جدا زي كل الشباب اللي بيشتغلوا في سنه، ينزل ويتر، ينزل كاشير، ينزل اي حاجه، المهم ان هو يلاقي حاجه يصرف بيها على نفسه. وكذلك نزل وفشل، نزل تاني وفشل، نزل ودور وفشل. كان كل دماغه في شغله، كان اول لما يمسك موبايله غصب عنه يروح لفيديوهات الميك اب اللي بتشده، اللي بيحبها، اللي بيشوف نفسه فيها. كان بيروح لحلمه، قال لنفسه لا انا مش هدمر حلمي، انا مش هشتغل شغلانه ما بحبهاش وهسيبها واروح اشتغل شغلانه تانية وعمري كله يضيع عشان خاطر ولا شيء. فرجع تاني ياخد قرار ان هو يرجع تاني يبقى ميك اب ارتست، وبدا يعمل فيديوهات. من 4 سنين بدا ينزل فيديوهات على اليوتيوب، كان على امل ان اليوتيوب برضو يجيب له فلوس ويكون ده من ضمن الشغل، عشان لو ما جالوش شغل كتير عرايس او الكلام ده اليوتيوب يجيب له شغل. كذلك الفيديوهات ما عملتش مشاهده، برضو صمم على حلمه
فضل زي ما هو 4 سنين ثابت على حلمه وما بيتغيرش. دي كانت بداية عمر عيسى اللي انتوا كلكم عمالين تتكلموا عليه وتقطعوا فيه وتقولوا ده كذا وكذا 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 وكذا. انا اسف لو انا ضايقتكم بالقصه دي، او انا عارف ان في ناس كتير جدا مش هاهمها القصه دي، بس انا عامل الفيديو ده للناس اللي انا همها، الناس اللي بجد كانت بتسال عليا وخايفه عليا الفتره دي وبترد غيبتي هم ما يعرفونيش، بس يمكن اللي في قلبي دخل في قلوبهم. انا من سنتين لما اخدت قرار ان انا هنفذ الفكره دي على نفسي ما وقفتش فكره ان انا اشتغل على مودلز، بس كل سنه ما بتعلى كل ما احتياجات الواحد بتزيد، كل مظروف الواحد بتزيد. انا مش بتكلم ان خلاص ان الواحد بدا يمد ايده ويشحت، لا، هو الحمد لله ربنا سترها مع كله، الحمد لله ربنا يديم ستره عليا، بس الفكره فكره حاجه ان هو انا لقيت نفسي، طب ما هي دي فكره وهتكون جديده وحلوه وفي نفس الوقت هقدر اوصل معلومتي اللي ما بتوصلش مثلا على بنت معينه، انا هقدر اوصلها على نفسي. وفي نفس الوقت ما وقفتش فكره ان انا برضه اشتغل على بنات اذا كانوا مودلز او شغلي اللي هو البرايدلز العادي. وكانت فكرتي بمنتهى البساطه اني بستهدف البنات اللي هم بييجوا يكلموني يقولوا لي احنا ما معناش فلوس نروح ناخد كورسات، احنا مش واثقين في نفسنا، احنا ما بنحبش شكلنا. فلقيتني بقول لنفسي طب ما هم دول محتاجين مساعده زيهم زي ما انت كنت محتاج من 4 سنين مساعده. انت ما لقيتش حد يساعدك، ما لقيتش حد يدعمك عشان خاطر الناس خافت، عادي مفيش اي مشكله، ربنا ما بيسيبش حد، ربنا اعلى واعلم بالنيه واللي في القلوب. فحبيت ان انا افيد البنات وفي نفس الوقت استفيد بان البنات تعرف قد ايه انا موهوب، وحبيت ان برضو البنات تقدر توصل لها الفكره ان هي تطبق الحاجه بايديها. فكره لما انت تشتغلي على بنت قدامك تمام، انت طريقه مسكك للفرش، طريقه تمكنك هتكون مختلفه تماما عن لما انت تمسكي الحاجه بايدك وتعرفي ان انت تشوفي اللي قدامك ماسك الحاجه ازاي بايدك. فانا كده حبيت ان انا ارضي الطرفين، اول طرف اللي انا بشتغل على بنات عادي مفيش اي مشكله، للبنات اللي هي بتعرف تطبق على حد بيشتغل على حد قصاده مفيش اي مشكله. وفي نفس الوقت عملت فكره جديده وكنت اول مصري يشتغل على نفسه للتعليم، للتعليم، حطوا كلمه للتعليم دي تحتها مليون خط عشان الناس اللي بتقول ده انت بتعمل شغل نفسك وبتفتخر ان انت اول مصري تحط ميك اب على نفسك وانت مش اول مصري. لا، هو انا في قبل كتير بس محدش كان بيعلم حد، هما بيطلعوا عشان فعلا يبقوا ترند، بيطلعوا عشان فعلا الناس تشتم فيهم والناس تتابعهم، ومش مهم عندهم بقى يتغلط فيهم او عادي، المهم ان هم يبقوا ترند والناس تعرفهم. انا بقى كنت فعلا بعترف اني اول مصري يطلع يعمل لايفات وفيديوهات بميك اب او بتطبيق ميك اب على نفسه عشان خاطر يعلم البنت بس. وبالنسبه برضو للحاجه اللي بتسال فيها، انت ليه ما بتجيبش مودلز كتير مع ان في مودلز بتنزل فور فري وانت مشهور وكده، فاكيد هم هيعوزوا يتشهروا زيهم زيك. طيب انا هقول حاجه بسيطه جدا، مبدئيا انا يعتبر شاب عايش لوحده من غير لا اب ولا ام. زي ما انتوا عارفين ان احنا في مجتمع شرقي، مش هينفع ان انا اقول للاهلي اللي هم يعتبر اللي احنا قاعدين معاهم في الشارع انا هجيب بنت اشتغل عليها، او انا هطلع البنات وانزلهم واشتغل عليهم. الناس كلها اللي في الشارع هتفهم غلط، محدش هيقول بقى ده بيعلم بنات وبيستهدف بنات والكلام ده، لا، ده انا الانتقادات كمان هتلبسني في حاجه تانية، وانتوا فاهمين وانا فاهم كويس جدا احنا بنتكلم عن ايه. وحاجه تانية كمان، انا معرفش البنت اللي جايه دي مين، معرفش اصلها فاصلها، معرفش هي مين اساسا، فازاي هدخلها بيتنا؟ لازم تكون بنت معروفه، لازم يكون بنت. البنات اللي هي بتبقى موديل فول فري دول ما بيبقوش معروفين، معظمهم ما بيبقوش معروفين، ما بيبقاش في ناس اتكلمت عنهم. وانتوا هتدخلوا بنت بيتكم او هتدخلوا شخص بيتكم، لازم يكون موثوق ومعروف هو مين كويس قوي. هتقولوا لي مثلا ايه من ضمن الاسئله او من ضمن الردود اللي ممكن الناس ترد عليا بيها، طب ما تشتغل على اختك، ما هي على طول معاك وقاعده معاك. انا فعلا بعترف ان انا قبل ما اتشهر او قبل ما ابتدي ان انا اتعرف كنت بشتغل على اختي، وكنت بطلع لايفات فعلا بعمل ميك اب على اختي في جروبات البنات بس. بس لما بدات اتعرف وبدات البنات تاخد سكرينات والكلام ده، انا بدات اخاف على مني، بدات اخاف على اختي، بدات اشوف اقول طب لو فعلا ربنا فتحها عليا وفعلا اتشهرت زي ما انتم شايفين كده، انا ممكن استحمل كل الكومنتات السخيفه والشتايم وقله الادب اللي انتم بتقولوها دي، انما ما اقبلهاش على بيتي، ما اقبلهاش على اللي مني، ما اقبلهاش على اختي. انا معترف اهو، انا قابل ان انا اتشتم بس ما اختي ما تتشتمش. وعلى فكره في بنات كتير جدا جدا، وانا بقولها لكم هم زي ما البنات قالتها، في بنات كتير بتقول ان انا حتى لو كنت طلعت عملت على اختي كان هيتقال عليا ان انا مش راجل وطالع بتاجر باختي وكل الكلام القذر ده، وانا ما اقبلش ده على نفسي ولا اقبل ده على اهل بيتي.
انا لو عندي حلم وهموت واحققه بقالي سنين خلاص مش قادر ولازم احققه، عمري ما هاجي على اهل بيتي عشان انجح في الحلم ده، وعمري ما هعرض اهل بيتي كمان للغلط او لكلمه ممكن تاذيهم او تاذي نفسيتهم. السوشيال ميديا مليانه ناس ما عندهاش ضمير، مليانه ناس ممكن تسب وتقول كلام ما يتقالش، واحنا بيت زي اي بيت مصري ممكن يرفض، ممكن فعلا يقول خلاص حلمك ده طالما هيجيب لاهل بيتك الغلط والكلام وقفه. احنا مش اوبن مايند على فكره زي ما انتوا شايفيني، ولا فاكرين بقى ان انا خلاص انا التفكير بتاعي منفتح لا طبعا لا طبعا. وانا عمري ما هدمر حلمي، وعمري قبل ما هدمر حلمي ما هتسبب لاهل بيتي في اي اذى او كلمه تجرحهم او تاذيهم. وبالنسبه لليومين اللي فاتوا اللي طلع عليا لايفات وبوستات، يعني يعتبر خلاص فعلا 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 بقيت ترند الفيسبوك، بس عشان خاطر حاجه مختلفه عن الناس محدش ظهرها قبل كده، بقت حاجه خلاص حرمتوها، لعنتوا صاحبها، شتمتوا وثبتوا فيه، ثبتوا في اهل بيته، اتهمتوه باقذر الشتايم والصفات اللي الله اعلى واعلم هي فيه ولا لا. انتوا كده تمام؟ انتوا كده صح؟ الناس اللي طلعت لايفات تقول ان انا مش راجل، وان انا بعمل حواجبي فتله، وان انا بتكلم وبعمل الحركات اللي انتوا بتعملوها دي، انتوا ما يتردش عليكم، انتوا ما يتردش عليكم لسبب واحد بس، عشان خاطر انا ربنا اعلى واعلم ان انا ما جرحتش حد بكلمه في السوشيال ميديا حتى قبل ما اتشهر وقبل ما اكون عمر عيسى. مفيش حد دخلت انتقدته بكلمه او بلفظ ممكن في يوم من الايام ينيمه معيط او ينيمه متضايق بسبب الشخص ده او بسبب الكومنت ده. انتوا بقى استفدتوا ايه؟ بتنتقدوني، بتدخلوا عندي تشوفوا، وبعد كده تقوموا عاملين لايفات وعاملين فيديوز عليا؟ طب ما هي البنات اللي تعرفني والمتابعاني بقالها سنين وعارفه انا مين واخلاقي ايه وتربيتي ايه، لما هم يدخلوا يقولوا لكم انتوا مالكوا بتنتقدوا ليه، ولا بتيجوا عليه طالما انتوا مش فاهمين، ولا انتوا اصلا في المهنه ولا في الكارير ولا في اي حاجه ليها علاقه بشغله او بالفيديوز اللي هو بيقدمها، انتوا بتقولوا لهم وانتوا مالكوا، انا بنتقد الشخص ده، انا بعمل لايف وبطلع اعمل لايف في البيج بتاعتي او في الصفحه بتاعتي وبتكلم. طب انت برضو مالك ولا انت مالك؟ انتوا بتدخلوا عندي ليه؟ انتوا محتواكوا غير المحتوى اللي انا بقدمه، وحتى لو المحتوى بتاعي زي المحتوى بتاعكوا، محدش طلب منكوا ان انتوا تطلعوا تنتقدوني في حاجه بعيده عنكوا تماما. بتنتقدني ومش عاجبك المحتوى اللي انا بقدمه، تخرج بره اللايف زي ما بتطلب من اي واحده او واحد يخرج بره اللايف بتاعك عشان هو مش عاجبه الكونتنت اللي انت بتقدمه. بس بسيطه وسهله والله العظيم. ليه بقى كل السب في الشرف والسب في الكلام وقله الادب والقذاره ليه؟ انت بقى مالكش حلم، مالكش كونتنت، مش عارف تعمل اي حاجه في حياتك، مش عارف توصل للي انا وصلت له في يومين، فعشان كده جاي بتهد فيا. انا مش هسمح لك، ومش هوقف دنيتي، ومش هوقف حياتي، ومش هوقف الفكره بتاعتي. انت حر ما لم تضر. انا ما جيتش ضريت حد، ولا جيت ضايقت اي حد. انت زي ما بتشوف فيديو ما بيعجبكش بتقلبه، ممكن برضو لما تشوفني وما عجبكش اقلبني. انا يا عم مستعد ان انت تقلبني، ما عنديش اي مشكله، انما تدخل تاخد لي سكرينات وانا بعلم البنات. يعني يا ريت انت واخد لي مثلا صور مثلا في الطبيعي، ولا مثلا شفتني في الشارع مثلا بحط ميك اب فعلا. انا عايز كده راجل او بنت ماشي بيشوفوني في الشارع او عارفيني بشكل شخصي يصوروني كده مثلا ويقولوا عمر بيحط ميك اب وهو نازل، وابعتوها لي وحطوها كده ببوستات، واكتبوا زي ما انتوا بتاخدوا لي صور من اللايفات وتحطوها لي وتعملوا بوستات وتقولوا بيتشبه بالنساء. في وقت ما بكون بعمل كورس لايف كل كلامي تعليمي ومتخصص للبنات، بخصص البنات، بتكلم للبنت. انت بقى داخل بتعمل ايه؟ عايز تبقى ترند على قفايا؟ مش هتبقى ترند على قفايا. عارف ليه؟ عشان خاطر انا بعامل ربنا واتكلت عليه قبل ما اعمل اي حاجه، قبل ما افكر في الفكره، قبل حتى ما عاوز احقق حلمي. انا ما تهددتش ومش هتهد، وهكمل حلمي، وهفضل عمر عيسى الميك اب ارتست والفيديو بلوجر، مش اي حاجه تانية انتوا شايفينها. ولو انتوا شايفين اي حاجه تانية تبقى دي مشكلتكم، وده اللي جواكم مش اللي جوانا. وربنا اعلى واعلم بالنوايا، واعلى واعلم بالنفوس، وربنا هو المنتقم الجبار. شكرا لكم جدا، كان معاكم عمر عيسى ميك اب ارتست وفيديو بلوجر، وبطلب من اي بنت بتشجعني او تعرفني او بتحبني ان هي تكتب لي تحت الفيديو ده كومنت تقول لي كمل يا عمر، عشان خاطر تحمسوني، عشان والله العظيم ربنا اعلى واعلم الفتره اللي فاتت دي انا كنت عامله ازاي. بس اللي بيتقوى بربنا وبيثق بنفسه وبيحب الغير بيبقى كويس وبيكمل. تركتكم في رعايه الله، باي باي.